الرسائل مجهولة. نواب محترمين بولون سلك نور الدين مضيان من منشطون نعيمة خلدون بوشعيب الجرموني عبد اللطيف التومي ومبارك الترمونية من الفريق الاستقلال وحدة التعادلية. تفضل السيد النائب. سيد الرئيس، سيد السادة الوزراء، إخوتي إخواني النواب المحترمين، لا يخفى عليكم سيد الوزير موضوع الرسائل ذات أصل مجهول الذي تتوصل بها الوزارة العدل في غياب أدنى ضمانات لجد مضامينها، والتي على ضوئها تقوم عناصر من الشرطة القضائية بإجراء بحث مستعجل وما قد يصاحبه من تصرفات محرجة تصل أحيانا إلى عمليات استفزازية وتضايق على حريات الأشخاص وممتلكاتهم، وبالتالي تعطيل المصالح وتعطيل المصالح الحاوي من مع العلم أن هذه الإجراءات تتم بناء على إشاعة كاذبة وكما يتبين عدم ولما يتبين عدم جدة مضامين هذه الرسائل تقوم الوزارة بحفظها بعدما يكون المعنيون بإجراءات البحث قد تضرروا ماديا أو معنويا في غياب أي مسؤولية. وهذا ما يدفعنا إلى التساؤل عن مدى مصداقية الرسائل المجهولة في قيام بأي بحث قد يمس حرية المواطنين وممتلكاتهم، وما هو تدابير المتخذة لحماية المواطنين من انعكاسات سلبية لهذه الرسائل المجهولة. وشكرا. شكرا سيد نائب. تفضل سيد الوزير. شكرا سيد النائب. سيد الرئيس، أقول بأنه مصادر التي يمكن للنيابة العامة أن ترتكز عليها فيما يخص تحريك البحث أو المتابعات متعددة، ومنها الشكايات المجهولة. إذا أهملنا الشكايات المجهولة معناه أننا سوف نفرط في مصدر من المصادر التي ترشدنا إلى ارتكاب جرائم معينة. ونحن نعرف بأن كل مواطن هو يلزمه القانون بالتبليغ عن جريمة وصلت إلى علمه، وهذا سيدخل يعني في روح المواطنة. الآن هل جميع الشكايات المجهولة لابد أن تترتب عليها متابعة وحتى بحث؟ لا، النيابة العامة، وكما قلت هذا في يعني مناسبة أخرى، يجب عليها أن تتحرى. يعني هناك شكايات كيدية يمكن أن تصدر من طرف أشخاص، ونحن نعرف الحالات التي يمكن أن تكون فيها مثل هذه الشكايات. ولكن النيابة العامة يعني عندما يثبت على أنه فعلا الشكاية هي كيدية وأن الأمر يتعلق بوشاية كاذبة تقع المتابعة، والشخص المعني بذلك له الحق في أن يتقدم كذلك بشكايات في هذا الصدد. وأعطيكم أرقام بالنسبة للشكايات المباشرة لعدد القضايا المسجلة بالنيابات العامة والتي تتعلق بالوشاية الكاذبة. خلال سنة 2004 بلغت 727 قضية توبعة في إطارية 880 الأشخاص. في سنة 2005 سجلت 2409 القضية توبعة بشأنها 2860 شخص. إذن هذا يدل على أن هناك تتبع من طرف النيابة العامة حتى يمكن أن نتلافى مثل هذه الشكايات التي يقصد بها إما الانتقام وإما كذلك تضليل العدالة. شكرا. شكرا سيد الوزير. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، فعلا نحن لا نختلف معكم بأنه الرسائل المجهولة هي تؤدي إلى حد ما في بعض الجرائم الكبرى، وخاصة جرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي دورها، ولكن بعد التحري من بعيد. ولكن الرسائل المجهولة الآن أصبحت آفة العصر، حين بطبيعة الحال تعتمد كوسيلة للابتزاز، وغالبا ما تكون رسائل كيدية مدفوعة ومصنوعة من جهات معروفة الهدف منها هو الاستقدام والابتزاز. إذن هذا معروف، وخاصة في بعض المناطق كمناطق الشمال. إذن هذا من جهة. وثانيا القانون يتحدث عن متابعة الأشخاص، يعني المعنوية أو الاعتبارية، فلذلك فهذا شبح.
إذن حين يتعلق الأمر فكيف يعني يمكن لنا أن نستعمل يعني شبح في متابعة شخص وإهانة كرامته وأسرته ومداهمة منزله ومقر عمله ليلا ونهارا بناء على وشاية كاذبة وعلى رسالة مجهولة، كما قلت بأن الهدف ديالها هو النيل من مصداقية ذلك الشخص. إذن فعلينا أن التأكد قبل الإقدام على يعني على معالجة هذه الرسالة، وأقيم وسائل البحث متعددة، البحث من بعيد يعني، ولكن باش نمشيو احنا نهاجموا بانه الشخص عنده اسلحه ولا عنده من تنظيم معين او انه يتاجر في كذا. فالرسائل المجهوله يجب ان نميز بين هذه الرساله حفاظا على الحريه العامه وحقوق الافراد. السيد الوزير وشكرا. تفضل. فعلا بغيت نذكر السيد النائب واحد المبدا على انه مبدا الاعتراف للشخص لا يمكن أن يشمله إلا هو. يقول بأنني أنا ارتكبت كذا، ولكن إذا أراد أن يقول بأن وكان معي فلان خصو يجيب الحجة على أن هذاك السيد فعلا شاركه في ارتكاب ذلك الفعل. هذا المبدأ. ولهذا النيابة العامة يعني وخاصة في المنطقة اللي تكلمت عليها احنا بعثنا دوريات لتنقلوا بأن يجب التحري بالنسبة للشكاية الكيدية، لأن كاين عدد الأشخاص اللي اكتشفنا بأنهم يتاجرون ويعني يبتزون عدد من الأشخاص عن طريق ذكر أسمائهم على أنهم مشاركين في عمليات تعرفونها. ولهذا يعني النيابة العامة وهذا هو التوجيه الذي لها أنها يجب أن تتحرى وأن تأخذ الأمور باحتياط كبير حتى لا يظلم أحد. شكرا.